وبينضم لنا عبر الهاتف كابتن احمد سامي المدير الفني السابق لفريق نجوم. مساء الفل على حضرتك. اكيد منورنا في الكلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. وعايزين في البدايه الخط انا بس مش سامع كويس. سمعنا دلوقتي كويس؟ اه احسن. اهلا بحضرتك منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي وبرنامج كلام في الميديا. وفي البدايه طبعا عايز اسال حضرتك عن اسباب الاستقاله. ولا حاجه، انا يعني الفتره دي انا بشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني والاداره والاستاذ محمد، يعني انا قدمت اعتذار له، والاسباب انا بحتفظ بيها لنفسي. انا ما بحبش اتكلم على اسباب في مكان انا كنت شغال فيه. ناس بكن لها كل احترام وده يعني هي دي الكوره يعني. كابتن احمد سامي لو سالت حضرتك، بس هي مش حكايتنا، مش نتائج يعني. الموضوع مش نتائج، الموضوع عباره نتائج عوامل اخرى. لا بره نتائج، لان انا خلي بالك ان الفرقه مش بعيد، الفرقه موجوده 21 بونت مع 21 بونت ام بي اي، 21 بونت داخليه مع 23، يعني قصدي كل الفرق بينك وبين التاسع ماتشين يعني. صحيح يعني الموضوع صحيح. طيب لو سالت حضرتك عن تقييمك لتجربتك كمدير فني لنادي النجوم. لا ده انا الحمد لله ربنا قدرنا، ومش انا بس، الرجال اللي معايا برضو ربنا قدرنا ان احنا نادي النجوم بقى في الفتره الاخيره ان شاء الله الحمد لله، يعني ربنا كرمنا وبقى ليها شكل كويس، ومن الاداء التكتيكي والاداء الفني المستوى زاد بتاع الفرقه، وانا شايف ان هم فرصتهم كبيره ممتازة. يمكن البعض تعجب من اعتذارك او تقديمك للاستقاله، يعني طبعا بعد المشوار اللي اكيد وصفه الكثير من الناس ونقاد الرياضيين بانه مشوار ناجح جدا، قدمت مباريات كبيره جدا. يمكن كان في مباراه قصاد نادي الزمالك كانت صعبه على نادي الزمالك، خسرتوها 1-0. يعني ما احنا كسبنا ماتشات مهمه، كسبنا بتروجيت، كسبنا صحيح، كسبنا سموحه، كسبنا فرق، سيبنا الاتحاد في اسكندريه، تعادلنا مع ام بي، تعادلنا مع ماتشات كبيره. بس هو ماتش الزمالك طبعا كان باد لك، يعني جون جيب خطا مني، وماتش حتى المصري اخر دقيقه جالي بنالتي ما دخلتش دقيقه 86، حتى ماتش الاسماعيلي كوره في العارضه في الدقيقه، يعني قصدي ان احنا عملنا ماتشات كويسه جدا، لكن صحيح من حيث الاداء وبرضه النتائج انت مش بعيده. بس يعني ما هو ده حال الكوره، لما الافكار ما تبقاش متوافقه مع بعض ما بيحصل كده يعني. صحيح. وده خلي بالك مش عيب في اداره ولا عيب في مدير فني، هي بتبقى المنظومه كلها لما بيحصل فيها افكار مختلفه عن بعض بيحصل الكلام ده. لكن انا بكن كل احترام لرئيس النادي والجهاز الفني واللعيبه كمان. حضرتك وانت بتتكلم في بدايه كلامنا النهارده كنت بتقول لي ان النجوم معاه 21 نقطه، وكذلك كثير من الفرق طبعا، يمكن الفرق ما بين التاسع زي ما حضرتك قلت للمركز الاخير نقطه نقطتين، ماتش بيرفعك اربع مراكز، ماتش بيخليك في قاع البطوله. تقييمك لمسابقه الدوري في الموضوع ده بالذات شايفه ازاي؟ انا شايف ان الدوري كويس جدا، الدوري من اقوى الدوريات اللي اتلعبت، ودي حاجه كويسه. الحاله الفنيه بتاعت اللعيبه متقاربه من بعض، سواء حتى فرقه كبيره او فرقه صغيره. صحيح. فانا شايف ان فرص حتى الفرق اللي هي كبيره اللي ليها اسامي شعبيه كبيره موجوده تحت، لا فرصها متكافئه مع فرص حتى الفرق اللي لسه طالعه دوري ممتاز. صحيح. يمكن في صراع كبير جدا في الصداره، وكذلك برضو في صراع تحت في القاع على مين اللي هيهبط. هل تتوقع ان فريق بعينه يهبط في الموسم القادم؟ لا ما حدش يقدر يتوقع. انت قدامك لسه 30 بونت بره، لسه 10 ماتشات بالنسبه، انا بكلمك على بالنسبه للنجوم، وفي فرق تاني ماتشات متاجله. صحيح. انت لسه فرصك كلها قايمه، يعني الموضوع مش بعيد، الموضوع قريب. لكن هل تتوقع ان النجوم يستمر في الدوري الممتاز في الموسم المقبل؟ والله انا بصي، احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت بكل ضمير، واشتغلنا كويس جدا مع الفرقه من ناحيه التكتيكيه والبدنيه. يعني انا شايف ان حتى الجهاز الفني الجديد اللي هيجي مش هيغلب مع اللعيبه قوي او هيلاقي معاناه، لا الفرقه جاهزه بدنيا واقفه على رجليها، ومن ناحيه التكتيكيه بقى عندهم مرونه، عندهم ثقافه في نواحي التحركات. فانا شايف ان الموضوع هيبقى سهل بالنسبه للجهاز الفني الجديد. كابتن احمد فهمي اخيرا عايز اسالك، هل وصلتك عروض جديده او الواجهه الجديده لحضرتك؟ لا انا ما اصل انا ما لا ما فيش حاجه دلوقتي، وانا يعني ما يعني ما يعني ما فيش حاجه قدامي دلوقتي. بس هو الفتره ما بمشي من الفرقه
دي فتره دلوقتي دي محتاج راحه شويه يعني، وربنا يسهل في اللي جاي يعني. كابتن احمد سامي كل التوفيق لحضرتك. كابتن احمد سامي المدير الفني السابق لفريق النجوم.